نشرة الثامنة من قناة ليبيا، أهلا بكم مشاهدينا، يقدمها لكم حسن البكوش. وفرح قدادة وتتابعون فيها. بعد يومين من المباحثات، توصيات مهمة يخرج بها الاجتماع الأمني بين الأطراف الليبية في الغردقة. المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تناقش التوعية الانتخابية مع عمداء البلديات. تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا و459 حالة شفاء. بومريز يتفقد جامعة سرت ويتابع سير الامتحانات فيها ويشيد بالإجراءات الاحترازية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس انتهاء المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة بين وفدين يضمان ضباطا من الجيش والشرطة يمثلان حكومة الوفاق والقوات المسلحة، والتي عقدت بمدينة الغردقة المصرية. هذا وخرج المجتمعون بمجموعة من التوصيات، نتابعها في هذا التقرير. بعد يومين من المداولات والنقاشات، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نهاية جولة المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة في مدينة الغردقة المصرية بين ضباط من الجيش والشرطة ويمثلون حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلحة. المجتمعون خرجوا بجملة من التوصيات لعرضها لاحقا على اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وتشمل التوصيات الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة خلال الأسبوع القادم، والإفراج الفوري عن كل المحتجزين على الهوية من دون أي شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية، وذلك قبل نهاية أكتوبر المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية. كما أوصوا بإيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب به، والإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كل المدن الليبية. المجتمعون قاموا بدراسة الترتيبات الأمنية للمنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وأهمية إحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العسكرية المشتركة، وإعطائه الأولوية لغرض تقييم الموقف من جميع جوانبه ودراسته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الإنتاج والتصدير. وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه الجولة المهمة من المحادثات الليبية، وأعربت عن أملها في أن يسهم هذا التطور الذي وصفته بالإيجابي في تمهيد الطريق أمام الأطراف الليبية نحو الاتفاق على وقف نهائي ودائما لإطلاق النار في وقت قريب. مشاهدينا الكرام، نورد إليكم هذا الخبر العاجل الذي وردنا قبل قليل، حيث أكدت مصادر لقناة ليبيا قيام مجلس الدولة بتغيير أعضاء الوفد المشارك في اجتماعات بوزنيقة مع مجلس النواب، والنواب المشاركون في هذا الاجتماع طالبوا بضرورة حضور الوفد الذي حضر الجلسات السابقة، وهم في انتظار رد مجلس الدولة بهذا الخصوص. إذن مشاهدينا الكرام، مجلس الدولة يقوم بتغيير أعضاء لجنة الحوار مع مجلس النواب، ربما سوف تكون في الساعات القادمة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع. نعم فرح. وفي خبر آخر حسن، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي أمس مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بحث وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا. السيسي أكد موقف مصر الثابت تجاه الأزمة الليبية والهادف إلى استعادة الاستقرار والأمن، ودعوة كافة الأطراف الليبية إلى التفاعل الإيجابي البناء في المسارات المختلفة المنبثقة من قمة برلين وإعلان القاهرة، وذلك للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. من جهته أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن دعمه للجهود المصرية الملموسة
والمقدرة لتسوية الأزمة الليبية. وقد توافق الجانبان بشأن استمرار التشاور والتنسيق المشترك في هذا الصدد. هذا وتلقى وزير الخارجية المصري سامح شكر اتصالا هاتفيا من نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ لبحث عدد من ملفات التعاون الثنائي، فضلا على القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين. شكر استعرض خلال الاتصال حسب المكتب الإعلامي للوزارة الرؤية المصرية لمجمل الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك التطورات في ليبيا ودعم مصر لجهود تثبيت وقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية، وإنجاح المساعي الرامية إلى تحقيق اختراق ملموس في المسارات المختلفة، بما يتسق مع مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وبما يستهدف التوصل لتسوية سياسية شاملة ومستدامة لمختلف أوجه الأزمة الليبية. هذا وأعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن تفاؤله باقتراب حل الأزمة الليبية. قال بومبيو خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظير الإيطالي لويجي دي مايو في روما اليوم إن الولايات المتحدة بذلت جهودا دبلوماسية هائلة لمحاولة حل الوضع في ليبيا، مؤكدا أن من مصلحة المنطقة بأسرها والشعب الليبي وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط لتقسيم الأرباح بالطريقة الصحيحة. أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي التزام بلاده الثابتة بمواصلة بذل قصارى جهدها لمساعدة الليبيين على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة عن طريق حوار ليبي جامع تحت رعاية الأمم المتحدة. وجدد الوزير التونسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 75 عبر تقنية الفيديو، جدد ترحيب بلاده باتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا خطورة الخيارات العسكرية والتدخلات الأجنبية التي لا تزيد إلا من تعقيد الأزمة وتعميق معاناة الشعب الليبي وتهدد الأمن والاستقرار في ليبيا وكامل المنطقة. أكد عضو مجلس النواب جبريل وحيدة أن تنظيم الإخوان لا يهم استقرار البلاد إنما تهمه مصالحه فقط، مشددا على أن الحل للخروج مما يحييكه الإخوان والإسراع في انتخابات رئاسية وبرلمانية. وأضاف وحيدة أن تنظيم الإخوان ليس له مشروع وطني ولا يعني له استقرار ليبيا ومصلحة شعبها شيئا بقدر نجاح مشروعه العالمية. وأكد عضو مجلس النواب أن تيار الإخوان حقق المكاسب بسبب الدعم المالي والسياسي والاستخباراتي والعسكري الكبير من دول معروفة، في إشارة إلى تركيا وقطر. ناقش رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح خلال اجتماع عقده مع عدد من رؤساء وعمداء المجالس البلدية، ناقش سبل التعاون بين المفوضية والمجالس البلدية لدعم أي عملية انتخابية مرتقبة. كما بحث الاجتماع جملة من الموضوعات المتعلقة بالمسار الدستوري وخيارات العملية الانتخابية، حيث أطلع السايح ورؤساء مجالس البلديات على مستوى جاهزية المفوضية للاستحقاقات الدستورية المقبلة، مؤكدا على أهمية التعاون بين المفوضية والبلديات في مجال التوعية والدعم اللوجستي، مشيرا إلى أن التوعية الانتخابية مسؤولية وطنية بين المفوضية والمجالس البلدية في إطار تفعيل الشراكة بين المفوضية والبلديات التي نصت عليها التشريعات الانتخابية. هذا وناقشت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعزيز مشاركة جميع المكونات الثقافية بالمجتمع الليبي خلال الانتخابات القادمة والتوعية الانتخابية. جاء ذلك حسن خلال الاجتماع الذي عقدته مسؤولة الوحدة إناس طويني مع ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء من مكونات التب والطوارق والأمازيغ بمقر المفوضية في طرابلس، حيث استعرضت مجموعة من برامج التوعية المقررة خلال الاستحقاقات القادمة وأبرز المعوقات والتحديات التي تواجه عملية التوعية بالنسبة للمكونات الثقافية الليبية وسبل تذليلها وفق خطاب توعوي مناسب يرسخ حق المشاركة للجميع. هذا ودعا المشاركون إلى تكثيف الجهود لدعم أي استحقاق وطني يتقرر وشيكا، مؤكدين على أهمية وصول برامج التوعية إلى أقصى المناطق وتفعيل دور المكاتب الانتخابية بمزيد من الأنشطة والفعاليات.
هذا وانطلقت بمقر اللجان الفرعية لبلديات كبا وجادو دورة تدريبية لموظفي مراكز الاقتراع على عدد من العمليات. وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات أو الانتخابات المجالس البلدية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن الدورة استهدفت 91 موظفا ببلدية كباو و101 ببلدية جادو، حيث تضمنت المادة التدريبية عملية الاقتراع والفرز والعد والإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا. كما أشارت إلى أن التدريب ببلدية زاوية الجنوب لا يزال مستمرا، فيما سيتم لاحقا انطلاق تدريبات موظفي مراكز الاقتراع ببلدية الإحرابة. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 511 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا. وأوضح المركز في تقريره اليومي تسجيل 459 حالة شفاء، 387 منها سجلت في العاصمة طرابلس، في حين تم تسجيل 11 حالة وفاة. تستمر المعركة التي يواجهها العالم أجمع ضد الفيروس المجهري الذي تصدر العناوين طيلة 9 أشهر التي مضت، وتخوض ليبيا أسوة بالعالم هذه المعركة مع ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة يوميا بالفيروس. 511 إصابة جديدة أعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه اليومي هي نتيجة 2058 عينة أجرتها مختلف فروع مختبرات المركز في أنحاء البلاد، لتظهر النتائج على نحو 294 حالة جديدة و217 حالة لمخالطين. لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أوضحت في تفصيل الوضع الوبائي أن مدينة طرابلس سجلت 173 حالة، فيما توزعت بقية الحالات على 32 مدينة ومنطقة مختلفة. كما أعلنت اللجنة تسجيل 459 حالة شفاء جديدة في تطور ملحوظ لارتفاع أعداد الشفاء، خاصة في مدينة طرابلس التي سجلت 387 حالة شفاء لتكسب المعركة هذه المرة مقارنة بأعداد الإصابات المسجلة. وفي ذات البيان أعلن المركز تسجيل 11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 551 حالة وفاة. وفي المحصلة النهائية فقد تجاوز إجمالي الإصابات في البلاد حاجز 34,000 إصابة، تعافى منهم 19,361 حالة، ولتبقى 14,613 حالة نشطة ما زالت تتلقى العلاج في مراكز العزل والمستشفيات، لتستمر الحاجة لوجود وعي حقيقي من المواطن بالالتزام بالإرشادات الوقائية. أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالي. أوضحت اللجنة في بيانها رقم 52 أنه تم تسجيل حالتي شفاء، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة. وللحديث أكثر مشاهدينا حول الوضع الوبائي في طبرق ينضم معنا عبر الهاتف أحمد الفزاني عضو لجنة طبية لمكافحة كورونا في طبرق. سيد أحمد مرحبا بك. مرحبا بك. سيد أحمد، يعني بداية بعد أن كانت طبرق تعتبر مدينة موبوءة، اليوم هي خالية من كورونا على مدى 6 أيام. إلى ماذا ترجع أسباب هذا الانخفاض أو حتى عدم تسجيل أي حالات بكورونا لمدة 6 أيام؟ هل هو بسبب التزام المواطنين أم أنه بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمقاومة المرض؟ أولا السبب أولا وأخيرا فضل الله علينا ورحمته بنا، هذا السبب الأول. بالنسبة لتزام المواطنين، تزام المواطنين كان يعني ممكن حوالي 20-30% من المواطنين التزموا بصراحة، أكثر من 70% من الناس ما كانوش ملتزمين بالإجراءات، بدليل أن المناسبات والمعازي والأفراح ما زالت تقام. الشيء الثاني، نحن من تاريخ 22/9 لم نسجل في حالة، يعني آخر حالة سجلنا يوم 22/9. من 23 إلى 29/9 ما سجلناش ولا حالة، لكن اليوم سجلنا حالة جديدة. الوضع
مستقر لكن الاستقرار حاضر يعني نحن خايفين من الموجه الثانيه، والموجه الثانيه حذرنا منها واجد ونسال الله اننا لا تقع هذه الموجه. نعم سيد أحمد، يعني اليوم نتحدث عن تسجيل إصابة بعد 6 أيام خالية من كورونا في طبرق، هل قمتم باتخاذ الاحتياطات اللازمة، ربما فحص المخالطين لهذه الحالة؟ كما ذكرت هناك خوف يعني في جميع أنحاء العالم من موجة ثانية من كورونا. نعم أخذنا كافة الإجراءات، طبعا الحالة واضحة كان مستقر لحد ما اللي خلانا يعني نسحبونا بالدرجة الأولى، إنه هو رجل كبير في العمر، عمره حوالي 82 سنة، داخل صوت الأشعة كانت توحي إن تشخيص كوفيد يعني، مع أنه كان أعراضه بسيطة، سحبنا له كانت النتيجة موجبة، حصلنا المخالطين وإن شاء الله الوضع يستقر، لكن إحنا كما قلنا مستخفين من الموجة الثانية، إذا كان حدث الموجة الثانية الجهد قل يعني بمعنى ان احنا معش عندنا الحاجه هذه الموجه الثانيه في ليبيا بصفه عامه وخاصه في طبرق، مع ان الوضع بصفه عامه في المنطقه الشرقيه الى الان حاضر يعني مستقر. طب سيد احمد، ما سبب تخوفكم من الموجه الثانيه؟ هل هو بسبب نقص الامكانيات الموجوده، الامكانيات الطبيه الموجوده لديكم؟ طبعا الموجه الثانيه المخاوف عده، رقم واحد نقص الامكانيات اكيد، الملابس الواقيه الحاجه تبين، الشيء الثاني يعني الاطباء الاطقم الطبيه بشكل عام من اطباء وممرضين وفنيين ارهقوا، لان احنا من 23/7 الى اليوم حوالي لنا قريب حوالي 70 80 يوم ارهاق صار لنا، لما تصير موجه ثانيه هذا هو الموضوع اللي ارهق العالم بضرر، نخاف انه يصير معنا ارهاق ويصير عجوز صعب الاطقم الطبيه، هذا شيء اثر علينا يعني تكون نسبه الوفيات عاليه لا قدر الله، لكن نسال الله ان كما رحمنا في الموجه الاولى انما تصير الموجه الثانيه. نعم بالتاكيد نتمنى السلامه للجميع. سيد احمد الفزاني، عضو اللجنه الطبيه لمكافحه كورونا في طبرق، شكرا لك. من طبرق إلى درنا، حيث أعلن المركز الإعلامي للعزل الصحي تسجيل حالة خروج من المركز بعد تماثلها للشفاء والتأكد من خلوها من فيروس كورونا. وضح المركز في بيان له أن إجمالي الحالات الموجودة بالمركز هو 5 حالات فقط، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات دخول جديدة أو حالات وفاة. سجلت مدينة درنا أمس حالة موجبة بفيروس كورونا وأخرى معادة من أصل 7 عينات تم فحصها حسب بيان اللجنة الطبية الاستشارية في المدينة. إلى ذلك ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس في درنا منذ بدء الجائحة إلى 97 إصابة مؤكدة، شفي منهم 89 مصابا. وفي جدابي أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية أمس تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينتي جدابي والبريغا وشفاء حالتين من الفيروس وعدم تسجيل أي وفاة. هذا وأضافت اللجنة في منشور على صفحتها بالفيسبوك أن المختبر المرجعي بالمدينة تسلم 20 عينة، تعود 16 منها إلى مدينة جدابية، 7 منها موجبة، و4 عينات من مدينة البريغا جاءت جميعها موجبة. هذا ونشدت اللجنة الطبية الاستشارية جدابية كل المتعافين من وباء كورونا التبرع ببلازما الدم. اللجنة وفي منشور على صفحتها بالفيسبوك طالبت من كل من تعافوا من هذا الوباء وأعمارهم بين 20 و50، طلبت منهم التوجه إلى مصرف الدم لسحب مادة البلازما، وذلك لحاجة المصابين الماسة إليها. كشفت اللجنة العليا لإدارة الأزمة بمصراتة تسجيل حالة وفاة في قسم العزل بمستشفى مصراتة للدرن والأمراض الصدرية. وحسب إيجاز اللجنة العليا بمصراتة، فقد استقبل مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام رقم 2 3 مصابين، وغادر آخر مركز مصراتة الطبي بعد تعافيه تماما من المرض، مضيفا أن إجمالي المصابين بمراكز العزل بلغ 29 حالة، منها 15 حالة تتلقى الرعاية في غرف العناية الفائقة. هذا وكانت اللجنة قد أعلنت تسجيل 17 إصابة مؤكدة يوم أمس داخل بلدية مصراتة. أعلن مركز الرصد الأولي بمدينة البيضاء أن عدد المترددين على المركز أمس وصل إلى 44 مترددا،
أشار المركز في منشور على صفحته بالفيسبوك أن من بين المترددين مخالطين لحالة موجبة بالمدينة ومسافرين وزائرين للكشف الطبي، منهم حالة اشتباه، فيما راجع المركز من خارج المدينة 5 أشخاص منهم حالة اشتباه واحدة. زار وفد رسمي من شركة مليتا للنفط والغاز مستشفى أغدامس العام، التقى خلالها مدير عام المستشفى واللجنة الطبية لمكافحة فيروس كورونا ومديري الأقسام الطبية. هذا وجرى خلال اللقاء تباحث العمل المشترك بين الجانبين، حيث أكد الوفد استعداد شركة مليتا للتعاون على تحسين وتطوير الأقسام الطبية وتقديم المساعدات في الجانب الصحي ومكافحة فيروس كورونا. أقام الوفد بجولة تفقدية في قسم العزل بالمستشفى والأقسام الطبية للوقوف على إمكانات المستشفى وأبرز النواقص. بمرافقة اللجنة المكلفة بالحد من انتشار جائحة كورونا بشركة مليتا للنفط والغاز على رأسها الدكتور فؤاد الغنودي، برفقة مراقب الأمن الصناعي بالإدارة الرئيسية السيد عماد المسلاتي، بتكليف من السيد مدير عام إدارة الصحة والسلامة السيد منير اللالي، مكلفة طبعا شركة مليتا من قبل مؤسسة الوطنية للنفط بالوقوف على احتياجات المناطق النائية، المناطق القريبة من الحقول، وإمكانية توفير بعض النواقص والمستلزمات والأجهزة اللي هي يمكن أن تكون لها تأثير إيجابي للحد من انتشار هذه الجائحة بصفة مؤقتة. نظم مكتب الاتحاد الأوروبي في ليبيا ورشة تدريبية لـ50 اختصاصيا طبيا في مركزين للرعاية الصحية الأولية بطرابلس حول إدارة الحالات وبروتوكولات الوقاية من فيروس كورونا. أوضح الاتحاد الأوروبي في منشور له عبر صفحته الرسمية في الفيسبوك أنه تم تنظيم التدريبات للأطباء والممرضات وموظفي المركز الصحي الليبي بالتعاون مع وزارة الصحة المفوضة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية بتمويل من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي. قام فوج كشاف سرت بالتعاون مع الحرس البلدي سرت بحملة توعوية شملت المراكز الصحية والمحال التجارية والمخابز. الحملة تضمنت وضع ملصقات التباعد الجسدي وتوزيع نشرات توعوية توضح طرق انتقال العدوى وكيفية تجنبها. اليوم في إطار التوعية والتثقيف الصحي على فيروس كورونا، قام فوج الكشافة والمرشدات وإدارة الدعم والدوريات بالحرس البلدي سرت بجولة على المخابز والأسواق العامة وتوعية المواطنين لمجابهة هذا الفيروس وبإلصاق الملصقات والمناشير على أبواب المحلات ولبس الكمامات والقلافز والتطهير. قمنا اليوم كفوج كشاف سرت بحملة توعوية للمحلات التجارية والمخابز وبمرافقة دوريات الحرس البلدي وبرعاية مؤسسة ابن سينا، قمنا بتوزيع المطويات والملصقات والكمامات والمطويات. مع دخول وباء كورونا وانتشاره في ليبيا عموما وفي الواحات خصوصا، قررت جمعية اللبة النسائية الخيرية بجالو دعم الأطقم الطبية بإنتاج كمامات محلية والتبرع بالكميات الأولى للأطباء وتوفيرها بأسعار زهيدة للمواطنين كخطوة لاحقة، مشيرة إلى أن العدد المستهدف هو 5000 كمامة للشهر القادم في حال لم تحدث أزمة انقطاع التيار الكهربائي. يبدو أن هذا الوباء أظهر جوانب إيجابية كانت مخفية لدى البعض، فمد يد العون والوقوف إلى جانب الآخر هي الميزة التي كشفت من أولى لحظات ظهور فيروس كورونا بالواحات، عندما قررت جمعية اللبة النسائية بجالو التحرك ودعم الأطقم الطبية، إضافة إلى روح العمل التي برزت ووجدت أن الأهم حاليا هو خلق صناعة محلية للكمامات وتوفيرها للأطقم الطبية والمواطنين. وبدأت بالتبرع الكميات الأولى للأطقم الطبية، فيما الخطوة الثانية توفيرها للمواطنين بأسعار زهيدة. اليوم استقبلنا في المركز أعضاء جمعية اللبة النسائية لأعمال خيرية، قاموا بعمل يشكروا عليه حقيقة،
اللي هو متمثل في صناعة مجموعة من الكمامات الصناعة المحلية أو اليدوية بإمكانيات بسيطة. اليوم كدعم منهم، دعم مادي ودعم معنوي. الجمعية ذكرت بأن الخدمات الصحية جالوا عن طريق المركز الصحي اللبة، وفرت لها قماش الكمامات الطبي ذي مواصفات طبية تضمن الجودة. لتتواصل الجمعية وتقوم بالتعاقد مع مجموعة من الخياطات التي أنجزنا حوالي 500 كمامة بفترة بسيطة. لما بدأ مرض كورونا ينتشر في الواحات من حوالي يعني شهرين، تنادينا احنا لازم نفتحوا موضوع صناعة الكمامات في منطقة جالو أو في منطقة الواحات بالكامل. طبعا في نقص في الكمامات على مستوى العالم، واحنا ما ينقصناش الأيدي الخبيرة يعني النساء جدا خياطة الكمامات. بدأت جمعية اللبة بالاتصالات، حصلنا يعني خياطات متفاعلات جدا مع الموضوع، وقال احنا مستعدين نلتزموا بالموضوع ونبدو يعني في صناعة الكمامات. يبقى العائق القائم الذي يعطل معظم الأعمال حتى اليدوية منها هو انقطاع الكهرباء بشكل كبير، والذي يجتاح ليبيا لساعات طوال. لكن عزيمة نساء هذا البلد الخير لا تنقطع، فقد وضعنا هدفا يسعين لتحقيقه بعدد كمامات مستهدف هو 5000 كمامة للشهر القادم، وكلهن أمل وإصرار على الوصول له. قام وزير التعليم بالحكومة الليبية فوزي بومريز أمس بزيارة إلى جامعة سرت، تابع خلالها سير الامتحانات بكلية الطب البشري والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا، كما شملت الزيارة معمل التشريح بكلية الطب والمكتبة المتضررة من الحروب بالمدينة وإمكانية صيانتها بشكل عاجل وسريع. هذا وعقد بومريز اجتماعا مع مجلس إدارة الجامعة تم فيه مناقشة بعض المشاكل والعراقيل التي تواجه الجامعة في أداء رسالتها. حقيقة بدأنا زيارتنا للاطمئنان على سير الامتحانات والإجراءات الاحترازية في جامعة سرت. استقبلنا السيد رئيس مجلس الجامعة والسادة عمداء الكليات، لله الحمد الأمور الاحترازية لأبنائنا الطلبة والطالبات تسير بشكل مرضي بشكل كبير جدا، اطمنينا على سير الامتحانات، استمعنا لملاحظات أعضاء التدريس وأبنائنا الطلبة على سير الامتحانات وعلى كافة الإجراءات الاحترازية، لله الحمد الإجراءات الاحترازية مثل ما ذكرت تسير على قدم وساق ولم تسجل أي ملاحظات على هذه الإجراءات. هذا وعقد مجلس كلية التربية بدرنا أمس اجتماعا لوضع الخطة الدراسية واستئناف العام الجامعي بعد توقف لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا. وأكد مجلس الكلية على ضرورة بدء الدراسة كما هو مقرر لها في العاشر من الشهر القادم، مع ضرورة التزام الجهات المختصة بتوفير الحماية والوقاية. نحن كمجلس كلية عقدنا الاجتماع اليوم بحضور كل الأخوة والأخوات رؤساء الأقسام بالكلية، وتم تدارس الآليات المقدمة من قبل أقسام دراسية، واتفقنا على آلية معينة نتمكن من خلالها إنجاز مهمات أو الاشتراطات أو المتطلبات الخاصة بالعام الدراسي. ومن بين هذه الآليات التي تم الاتفاق عليها أن الدراسة حتكون بشكل أو بآخر بصفة الانتساب نظراً لهذا الوباء وهذه الجائحة، ورأينا أن هناك بعض المواد التي لا يمكن أن تقدم من خلال الحساب وبالضرورة أن تعطى فيها محاضرات دراسية، وحددنا هذه المواد، وإن شاء الله بإذن الله تعالى خلال الأسبوع الثاني من شهر 10 وتحديدا 17/10 سينطلق العام الدراسي. عقد بمراقبة التعليم ببني وليد اجتماع انضم عضو المجلس البلدي يونس العزوزي ومراقب التربية والتعليم وعددا من مدير مؤسسات التعليم الأساسي بالمدينة. الاجتماع ناقش جملة من المحاور من بينها آلية وضع أسئلة امتحانات سنوات النقل في مرحلة التعليم الأساسي، والإشكالية التي تواجه مدير المدارس في تسيير العملية التعليمية في ظل كورونا. عقد بمراقبة تعليم بلدية بني وليد اليوم اجتماع بمدراء المدارس
لوضع آلية معينة لتحديد آلية الامتحانات لسلوات النقل داخل البلدية. تمت استعراض جملة من النقاط التي كانت سواء كانت عرضت من مركز الامتحانات داخل البلدية، أيضا مكتب الأساسي كانت لديه مجموعة من النقاط تم تلوتها مع مدرات مناقشتها مع مدراء المدارس. أيضا في هذا الباب مدراء المدارس طرحت من خلالهم عدة نقاط وعدة مشاكل، المراقبة معنية بحلحلة هذه المشاكل. إن شاء الله سنكون في الموعد. استقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مدير الإدارة العامة للدعم المركزي صلاح الخفيفي لبحث الوضع الأمني ودور الدعم المركزي للحفاظ على الأمن داخل المدينة. أوضح المكتب الإعلامي بالمجلس أن الاجتماع حضره أعضاء المجلس التسييري عبد الكريم بوضابونة وهاشم مصادف ومنصور مداوي ووكيل ديوان البلدية مسعود الوهراني. مشاهدينا، نشرتنا ما زالت مستمرة وفيها بعد الفاصل. رئيس الحكومة يبحث احتياجات بلديات المرج والساحل وجردس لعبيد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وهذا تذكير بأبرز عناوين هذه النشرة. بعد يومين من المباحثات، توصيات مهمة يخرج بها الاجتماع الأمني بين الأطراف الليبية في الغردقة. المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تناقش التوعية الانتخابية مع مدى البلديات. تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا و459 حالة شفاء. أهلا وسهلا بكم. بحث رئيس الحكومة عبد الله ثني احتياجات بلديات المرج والساحل وجردس العبيد خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي. وناقش الاجتماع الاحتياجات العاجلة لهذه البلديات ونسب إنجاز المشاريع في كافة القطاعات الخدمية، حيث أكد ثني على ضرورة التنسيق بين هذه البلديات باعتبارها ذات حدود متداخلة والتعاون من أجل إيصال الخدمات للمواطنين. الاجتماع حضره وزير الحكم المحلي عادل الزايدي ورؤساء المجالس التسييرية لبلديات المرج والساحل وجردس العبيد. عقد رئيس الحكومة عبد الله ثني اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الإدريسي لمناقشة مشكلة عدم وصول المياه إلى بعض مناطق ساحل غرب بنغازي. أصدر ثني تعليماته للمؤسسة بالعمل الفوري على حل مشاكل المياه والتي تعاني منها هذه المناطق ومعالجة كافة مختنقاتها. كما اطلع على أعمال الصيانة التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للموارد المائية بمختلف البلديات التابعة للحكومة الليبية، مؤكدا أن الحكومة لن تدخر جهدا في تقديم الخدمة الضرورية لكافة المدن والمناطق دون استثناء رغم المختنقات المالية وقلة الموارد التي من شأنها أن تعيق تنفيذ التنمية المكانية للمناطق.
قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء ربيع خليفة إن السبب الرئيسي لمشكلة الكهرباء يعود إلى نقص إمدادات الوقود من شركة البريغا. أوضح خليفة في تصريح لقناتنا أنه يتم إيصال ناقلتين فقط من الوقود، لما الاحتياج الشهري يفوق هذه الكميات بكثير، مشيرا إلى أنه كان يتم إيصال 5 ناقلات من قبل، مضيفا أن هذا النقص أدى إلى حدوث عجز في التوليد يقدر ب 700 ميجاوات. طبعا ما نود التنويه عليه بأن عدم تزويدنا أو بعدم وصول التزويدات بشكل مستمر من قبل شركة البريغا، ونتمنى في الحقيقة أن يخرجوا للإعلام لإيضاح الحقيقة، لأن في الحقيقة نحن متواصلين مع المواطن الكريم منذ بداية الأزمة وبالتحديد ما بعد عيد الأضحى المبارك إلى هذا اليوم، ونحن نتواصل مع المواطن لإيصال الحقيقة ولوضعه بالصورة، يعني سواء إن كانت هناك ساعات رحمات طويلة أو قصيرة أو وجود وقود أو لم يصل إلينا وقود. حقيقة شركة البريغا نحن نستغرب عدم ظهورها حتى ببيان مختلف عبر صفحاتها لإيضاح الحقيقة للناس. تحدث عبر لسان مدير شركتهم في مدينة بنغازي بأن كانت تصل في حدود شهرية في حدود 7 إلى 9 نواقل. نعم. الآن تصل ناقلتين فقط لا غير. هذه الناقلتين لا يمكنها أن تقوم بتغذية محطات الكهرباء، وخصوصا نحن احتياجنا الشهري بحدود 186 مليون لتر من الوقود الخفيف. عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بالخطبية اجتماعا مع المديرين المسؤولين بمصنع أعلاف طبرق بحضور رئيس مجلس الحكماء عبد القادر حامد، وناقش الاجتماع عددا من المقترحات لإيجاد مستثمر أو مستأجر لتشغيل المصنع مع الاحتفاظ بحقوق العاملين فيه من مرتبات وحوافز وغيرها، إضافة إلى الوضع الحالي للمصنع وما يمر به من ظروف تسببت في توقفه عن الإنتاج. ناقش عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق هاشم مصادف مع عضو لجنة الإدارة بشركة البريغا لتسويق النفط عبد الرحمن حسن بحضور عضو من جهاز الحرس البلدي، ناقش فتح مستودعات توزيع الغاز تحت إشراف بلدية طبرق. أكد مصادف أنه سيتم اليوم توزيع الغاز بالمستودع رقم 1 بجوار محطة البنزين القريبة من مخازن السلع التموينية، مشيرا إلى أن الحصة اليومية لهذا المستودع ستكون 500 أسطوانة، أما بقية المستودعات أو المستودعات فستقوم بالتوزيع حسب الجداول الخاصة بها. رست على الرصيف التابع لشركة البريغا لتسويق النفط بمدينة طبرق الناقلة كيبغوينا، وهي أول ناقلة ترسو بالميناء بعد أن رفعت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة عنه. وأوضحت شركة الخليج العربي للنفط أنه سيتم شحن 21,000 طن متري من النفط الخفيفة، وهي أحد منتجات مصفات طبرق التابعة لشركة الخليج العربي، مشيرة إلى أنه بهذه الشحنة ستتاح لمصفات طبرق العودة للإنتاج بكامل طاقتها الإنتاجية البالغة 20,000 برميل يوميا. عقد في مراقبة الخدمة المالية جالو اجتماع لمناقشة الميزانيات التقديرية لبعض الجهات المستقلة الواقعة ببلديات الجنوب الشرقي، وهي جالو والكفرة وتزربة وأوجلة وشخرة لعام 2021، وذلك وفقا لقرار وزارة المالية والتخطيط وتحت إشراف ومتابعة اللجنة الرئيسية بالوزارة عن طريق الربط المباشر بين اللجنتين. هذا واستمرت المناقشات لعدة أيام. الحمد لله، اليوم انطلقنا في بداية مناقشة الميزانية. كانت أول جهة عندنا مستشفى جالو العام، الحقيقة كانت بداية جدا مبشرة، والحمد لله طبعا حسب الخطة اللي نحن واضعينها ومحددين لكل جهة وقت معين للمناقشة. إن شاء الله تعالى إذا كان صارت الأمور زي ما نحن واضعين وفق خطتنا، إن شاء الله تعالى ننجز عملنا خلال هاليومين. ندعو من الله العزيز القدير أن يوفقنا ويوفق جميع الجهات في إنهاء العمل اللي هو في النهاية بكرة حيكون انعكاسة لدور جديد دارت وزارة المالية والتخطيط في البيضة. الحق يعني برنامج رائد جدا، بحيث أنها حاولت أنها تشرك جميع المراقبات في موضوع مناقشة الميزانية.
أفادت إدارة صندوق الضمان الاجتماعي فرع المرج اليوم بأنها انتهت من إعداد معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم عن شهر أكتوبر. رئيس قسم المراجعة الداخلية فوز المالكي أكد لقناتنا أن ذلك جاء تطبيقا لتعليمات رئيس مجلس الإدارة والمدير العام القاضي بضرورة العمل على صرف معاشات المتقاعدين في الثلث الأول من كل شهر. بناء تعليمات السيد المحترم مدير إدارة الصندوق رئيس مجلس الإدارة والمدير العام أن المعاشات ضروري يكون موعد نتاعهم قبل العاشر من كل شهر، قبل يوم 10 من كل شهر. وانتم عارفين في الظروف الحالية وبإضافة لجائحة كورونا والالتزامات على الناس، فلأن هدفنا إيصال المعاشات إلى حسابات مستحقيها بانتظام وفي الموعد محدد لكي تساعد في تخفيف أعباء الحياة اليومية في ظل هذه الظروف الطارئة. أعلنت شركة الخطوط الجوية الإفريقية اليوم وقف رحلاتها إلى مطار سبها. وقالت الشركة في بيان لها عبر صفحتها في الفيسبوك أن قرار وقف الرحلات إلى سبها يعود إلى ظروف خارجة عن إرادتها دون أن تكشف عن تفاصيل أخرى بشأن القرار. يذكر أن أول طائرة للخطوط الإفريقية وصلت إلى مطار سبها كانت في 16 من سبتمبر الجاري قادمة من مطار معتيقة، وذلك بعد فترة طويلة من التوقف. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام وتتابعون في أخبارنا الدولية بعد قليل. الشيخ نواف الصباح يؤدي اليمين أميرا للكويت أمام مجلس الأمة. أهلا وسهلا بكم من جديد. أدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس الأمة الكويتية، وأكد في كلمة مقتضبة بعد أداء اليمين اعتزازه بالدستور والنهج الديمقراطي لبلاده. وقال إن الكويت تواجه تحديات كبيرة ولا نجاة منها إلا بوحدة الصف وتضافر الجهود، مضيفا أن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد كان رمزا شامخا له الكثير من المواقف التي لا تنسى، حيث قدم الكثير لشعبه وللأمة وترك تاريخا مليئا بالإنجاز. وأكد أن سياسة الشيخ صباح ستظل نبراسا لهم. قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن ألمانيا ستقيد حجم تجمعات وستفرض غرامات على من يستهينون بضوابط المتابعة، وذلك في إطار جهود كبح انتشار فيروس كورونا خلال فصلي الخريف والشتاء. تصريحات ميركل جاءت بعد مؤتمر مع قادة ولايات ألمانيا 16، مضيفة أن هذه القيود ستفرض تجنبا لعودة عزل عام جديد بأنحاء البلاد، مشيرة إلى أن الحفاظ على الاقتصاد له أولوية. هذا وشهدت ألمانيا معدلات إصابات ووفيات منخفضة نسبيا حتى الآن خلال الجائحة، لكن ميركل قالت أن الحالات يمكن أن تصل إلى 19,200 يوميا إذا استمرت الاتجاهات الحالية. مشاهدينا وصلنا إلى ختام الثامنة، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين.
بعد يومين من المباحثات، توصيات مهمة يخرج بها الاجتماع الأمني بين الأطراف الليبية في الغردقة. المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تناقش التوعية الانتخابية مع عمداء البلديات. تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا و459 حالة شفاء. بذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام الثامنة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.